مشاهدي ومتتبعين اشكين، مرحبا بكم. نحن الان نتواجد بمدينة الدار البيضاء وبالتحديد شارع محمد الخامس منطقة امنية انفا. فهذه اللحظات عدد كبير من مشجعي النادي المكنسي بعد افراجهم من محكمة ابتدائية بمدينة الدار البيضاء اللي كانوا في احداث الشغب قاموا بهجوم على احد المساكن بشارع محمد الخامس اللي هو كيتواجد قرب ساحة ماريشال. فهاد الجماهير يالله خرجت من المحكمة قرروا أنهم باش يهبطوا إلى شارع محمد الخامس مرورا به، فحتى كيوجدوا المنزل اللي كتشوفوا أمامكم الآن رجال الأمن الوطني اللي كانوا داخلين لهذا المنزل وقاموا هاد المشجعين بالتخريب وسرقة ممتلكات هاد المنزل. فبعد ما رصدتهم كاميرا المراقبة، كاميرا المثبتة لرجال الأمن الوطني، تم التدخل وتم القبض عليهم بأحد الشوارع مدينة الدار البيضاء، يعني قرب شارع جيش الملكي. كاينة تما كاميرا ورصدتهم حدا البازارات وتم القبض عليه. كما تلاحظون من بعد الإفراج قاموا بشغب وسرقة ممتلكات أحد المنازل اللي كتقطن فيه شابة مغربية عندها 25 سنة ورجال الأمن الوطني في زي مدني تقوموا بالبحث وأخذ البصمات. في هذه الساعة كياخذوا الشابة اللي كتقطن بهذا المنزل باش يعمقوا البحث معها، كذلك يعملوا محضر استماع في حق هاد الجنات اللي بكل صراحة متتبعي قناة أشكين لم يستفيدوا من العبرة اللي وقعت. فهلع وخوف في صفوف ساكنة مدينة الدار البيضاء من هاد المشاغبين اللي بكل صراحة ينتمون إلى النادي المكنسي، ولا نعمم أن هناك أفراد من نادي المكنسي ليس لهم علاقة بأي أحداث الشغب أو بهذا الهجوم اللي وقع اليوم في الصباح بمدينة الدار البيضاء بشارع محمد الخامس. فهذا هو أول منزل منين كيبدأ شارع محمد الخامس. فدائما الآباء وأولياء هاد الناس هم الضحايا اللي كيبقاو دائما في ذهاب وإياب من مدينة مكناس إلى مدينة الدار البيضاء. شكرا متتبعي قناة أشكين الحسن، ونضرب لكم موعد في فيديو آخر ومكان آخر إن شاء الله، ولنا عودة في نفس الموضوع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور.